تعال الأشخاص اللي بيعانوا من الحرقة أو الحموضة خلال النهار أو قبل النوم. اليوم رح نعرض المأكولات اللي بتزيد الحرقة أو بتخففها عند هيدول الأشخاص. أول شيء المأكولات اللي بتزيد الحرقة نعرض من بيناتها الكحول، خاصة النبيذ الأحمر والليكير. من الخضار عنا البصل الناي، الثوم الناي، البندورة والفليفلة بيزيدوا من الحرقة. الشوكولا، البهار الأسود أيضا بيلعبوا دور بالحرقة. كل شيء غني بالكافيين، قهوة، شاي، نسكافيه، مشروبات غازية كمان بتزيد من الحرقة، مشان هيك الأشخاص اللي بيعانوا منها أفضل يكونوا عم بيخففوا من تناول الكافيين يوميا. وأخيرا المأكولات الكتير غنية بالدهون والمقالي أفضل أن نكون عم نبتعد عنها، خاصة خلال الليل لأنه بتزيد من الحرقة والحموضة عند الأشخاص. أما الأشياء يلي بتخفف الحرقة من البروتينات، من السكر، الدجاج، الحبش، السمك وثمار البحر. أما الخضار فعنا الأسبرج، عنا فينا نكون عم نحضر سلطات بس بلا البندورة والبصل، لأنه بشكل عام كل أنواع الخضرة بتخفف من الحرقة. بس كتير ضروري ننتبه على الصوص اللي عم نحضرها تكون قليلة الحامض، خاصة إذا نحن اكتشفنا أنه الحوامض عم بتزيد لنا من نسبة الحرقة. بالنسبة للنشويات، الشوفان، الرز، الكسكس، البرغل بتخفف من الحرقة. وبننصح كل الأشخاص اللي بيعانوا من حرقة يكونوا عم بيتناولوا يوميا كوب من الزنجبيل، لأنه كمان الدراسات بيّنت أنه بخفف من الحرقة. وأخيرا الفواكه اللي بتخفف من الحرقة هن الموز، البطيخ والشمام. وأفضل نبتعد عن الفواكه الكتير حامضة مثل الليمون وكل مشتقاته، لأنه عند بعض الأشخاص ممكن تزيد من شعور الحموضة والحرقة.